ينضم إلينا من كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر، بالطبع القيادة الأوكرانية يعني هي مدعومة بالجانب الغربي، قد يكون هناك توجه بمزيد من المعارك، لكن اليوم هناك حديث عن تسويات من الجانب الصيني وهناك تزويد بالسلاح من الجانب الأوروبي، أيهما أقرب لهذه القيادة الأوكرانية الموالية للغرب؟ نعم، بالفعل ماجد، ربما طبيعة المعارك هي ما تحكم الظروف. صباح هذا اليوم الجيش الأوكراني أعلن بأن القتال ما زال مستمر في شرقي البلاد وتحديدا في مدينة أفديفكا وشختار، وكذلك الحال بالنسبة لمدينة ليمان، وذروة المعارك ما زالت مستمرة في محور مدينة بخمود. قبل قليل أفادت الاستخبارات العسكرية البريطانية بأن مدينة أفديفكا وبعد الهجمات الصاروخية أصبحت مدمرة بشكل كامل، لكن الجيش الأوكراني قال أيضا أنه صد ما يقارب من 70 محاولة لاختراق دفاعاته من قبل الجيش الروسي على محور باخمود، وأيضا قال بأن الجيش الروسي نفذ ما يقارب من 6 هجمات صاروخية على هذا المحور، وكذلك أيضا صد الجيش الأوكراني عددا من الهجمات باستخدام الدفاعات الجوية في هذه المناطق. كذلك أيضا في جنوب البلاد تعرضت مدينة زاباريجا لعدد من الهجمات الصاروخية، وأيضا كذلك الحال بالنسبة لمدينة ميكولايف. أما بالنسبة لما يتم حاليا طرحه من مبادرة سلام، قبل قليل قال المتحدث باسم المجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف، قال بأن أي خطة سلام صينية ناجحة يجب أن تكون هي انسحاب كامل من كل الأراضي الأوكرانية، انسحاب الجيش الروسي من كل الأراضي الأوكرانية لتكون خطة السلام هذه ناجحة. أيضا في عشية ذكرى الأولى للحرب على أوكرانيا كان هنالك تصريح للرئيس الأوكراني زيلينسكي، قال بأن أي خطة سلام لا تضمن انسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي فهي محتم أن لن تكون ناجحة. نعم ماجد، من كييف مراسلنا عامر العروقي، شكرا جزيلا لك.